مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة، ومعنا مجموعة من الأشخاص يمثلون عدة قطاعات تشتغل في مجال الأفراح والأعراس بمدينة البوغاز. هذه القطاعات التي تضررت كباقي القطاعات خلال جائحة كورونا يتساءلون عن مصيرهم بعد رفع الحجر الصحي. هل سيتم رفع الحجر الصحي كذلك عن تنظيم الحفلات والأعراس؟ وكيوجه واحد نداء المسؤولين باش يعرفوا على أنهم وراهم مسؤولية ديال كراء المحلات، وكذلك مسؤولية ديال الأعراس اللي باقي عند الناس كيستناهم على أنهم يقدموا لهم الخدمات. إذا لمزيد من التفاصيل معنا كما أشرت مجموعة من الأشخاص كيمثلوا قطاع اللي كتشتغل في الأعراس والأفراح. غادي نبداو مجال الدقة المراكشية اللي معروفة بهذا الفولكلور الشعبي لدى المغاربة. تفضل. السلام عليكم. كنجدوا المسؤولين. قلنا بعدا شنو المعاناة اللي كتعانيوها؟ المعاناة اللي كنعانيوها يعني هذيك 3 شهور تقريبا وحنا جالسين ما عندناش شي خدمة غير القطاع ديال الحفلات والأعراس. تضرينا بزاف، ما كنخدموش إلا كان عملتو شي حاجة. ما خصنا نعرفوا يعني فواش هادشي هذا غادي يتطلق. احنا تضرينا وحنا الناس معانا خدامين، يعني انا عندي الحانوت، عندي الكرا، عندي الضوء، عندي الماء، واحد تقريبا واحد 10 الناس كيخدموا معايا، وهذوك الناس اللي كيخدموا معايا راه كلشي جالس. كيديت جا الدعم كل اللي ما جاش تقريبا يعني 5 مجوجين، 5 ماشي مجوجين، 5 اللي ماشي مجوجين ما جاوش الدعم، 5 اللي مجوجين جاوهم، 3 جوج ما جاوهمش. انا تضرينا بزاف، وبالاضافه الى يعني كوسي من الحوايج الجدادين يعني ديال الموسم اللي عندنا عند الخياط منزلين، ما جبرناش باش نخلصوا هاد الحوايج هادو. تضرينا بزاف، ما عرفناش يعني ما عرفناش اش غادي نعملوا، يعني احنا في واحد الضائقه ماليه ومزيرين بزاف. بالنسبه للدعم، جانا الدعم الاولي وجانا الدعم الثاني، كنشكروا المسؤولين وكنشكروا سيدنا. ولكن يعني احنا في شهر 6 دابا، كاين شهر 7 و8 هادو الشهور اللي كنقدروا نستافدوا منهم. اش كي ديك 3 شهور ديال الموسم هي اللي كتخدم لنا تقريبا على الشتاء كامله او العام كامل. فاحنا كنجدوا المسؤولين وكنطلبوهم وكنقولوا لهم يعني يفيدونا فواخ يعني الخدمه ديال القطاع ديال الاعراس، فواخ تقدر تصلح يعني فواخ نقدروا نبداو الخدمه. حنا تضرينا بزاف وما عندنا ما نعمل. انا كنهضر على شخصي، يعني تقريبا 26 او 28 سنه وانا كنمارس هذه الميله، هنا داخل الوطن وخارج الوطن. عرفنا بهذا الفولكلور ديالنا، لا الدقه ولا قناوه ولا موسيقى فولكلوريه، عرفنا بهاتف يعني تخرج الوطن. وعند الناس يعني راه كيستقبلونا، يعني كيستقبلونا ارتيست فنانه، حنا يعني فنانه. فكنا نجد المسؤولين يعني يفيدونا في وقت تقدر تطلق الخدمه. راه حنا تضرينا، الكرار طالع علينا، والماء والضوء حتى هو يعني هلكنا. يعني الحانوت ضروري يكون فيه الماء والضوء، الناس خدامين معانا حتى هما مسافرين جالسين. شنو غادي نعملو؟ كاين اللي ما عنده حتى شي صنعه، كاين اللي تزاد وتزاد في هذه الارض السعيده وجبر باباه او عمه او كذا، حتى هو مساهم هذه المهنه هذه ما كيعرف يعملوها، ما عنده لا ديبلوم، ما عنده لا خدمه لا والو. اذا نشوفوا قطاع اخر متضرر شبيه القطاع ذلك هو العيساوة ياك، الفولكلور الشعبي. السلام عليكم. حنا كنمارسوا المهنه ديال قطاع الفولكلور ديال الاعراس في مدينه طنجه. حنا ملي جات هذه الجائحه يعني ضرينا بزاف، ضروا معنا بزاف ديال الناس كيخدموا معنا، يعني والناحيه ديال الكرا والناحيه كنواجهوا واحد المشاكل وحده اخرى مع الكليان، يعني بزاف ديال الكليان اللي كيبغي وحده اخرى يقول لها وحده اخرى كيبغي يقول لها الراجل ديالها انها هي تجي للدار بلا ما انها هي تعمل العرس ولا انها ما تاجلش العرس ديالها. كنواجهوا واحد المشاكل مع الكليان ومشاكل مع موالين الكرا ومشاكل مع بزاف ديال المشاكل. حنا كنوجهوا واحد النداء للمسؤولين انهم يشوفوا في هذا القطاع هذا، ولا بحال اللي قال الاخ قبل مني الاخ الحسين، انه هو يقول لنا يعني فوقاش غادي يكون شي حل هذا الشيء هذا، باش حنا كذلك نشوفوا الحال راسنا. وبحال اللي قال الاخ حنا وجدنا الباسي انه من هذا شهر 6 و7 كنمارسوا هذه المهنه مر رمضان، والحمد لله راه جازت العواشر. بغينا يعني المسؤولين يشوفوا في هذا القطاع هذا، وجميع القطاعات الاخرى تكلمت على نفسها، وحنا كذلك
عملنا واحد المبادرة وتعاونت معنا القناة شوف تي في كنشكروها باش كذلك حنا نوجهوا النداء ديالنا للمسؤولين ويشوفوا لنا بعين الاعتبار هذا القطاع هذا ويكون حتى هو عنده أهمية بحال اللي يعني خديتوا العرابن مع عند الناس في العلاج. لا خدينا العرابن وكاين بزاف ديال الناس اللي كيتصلوا بالإخوان ديالنا وعدايات ولا زيانات ولا بزاف ديال القطاعات الأخرى يعني عندنا تواصل مع بعضياتنا كنشوفوا الناس كيتشكاو كاين اللي كيقول لك رد لي العربون كاين اللي كيقول لك بزاف ديال الحوايج كيتكلموا عليهم هذا القطاع حنا باسمنا واسم ديال الاخوان كاملين اللي في هذه الارض السعيده يعني بحال اللي قال السيد الاخ الحسين قبل منا ان ملي كان كيمشيو يزاولوا هذه المهنه هذه في الدول الاوروبيه انهم كيكون عندهم ارتيست يعني كيكون عندهم واحد يعني في هاد الناس هادو واحد النيفو كبير يعني كذلك حنا بغينا كنوجهوا هذا النداء للمسؤولين وبحال اللي قال حنا استفدنا من المبادره ديال سيدنا ويعني ديك المبادره حنا استفدنا منها ولكن ديك المبادره يعني ما عرفتش ان هي تخلصنا الكرا ولا توكلنا الوليدات ولا اننا نعملوا بها بزاف ديال الحوايج كنطلبوا ان شاء الله يعني انتوما 3 شهور الصيف اللي كتخدموا فيها كتخدم عليكم عام كامل كنخدم عام كامل حنا كمواطنين راضيين بهذا الشيء هذا يعني هذه الجائحه هذه حنا كمواطنين ملتزمين بالقوانين وحنا اللي اتخذتهم الدوله وحنا ما كنعرضوش الدوله في شي حاجه ديالها يعني هي خدات قوانين كتحمي المواطنين حنا كمواطنين حنا مقتنعين بهذا الشيء هذا ولكن في نفس الوقت حنا ضروري كباقي الناس اللي تضرت في القطاعات ديالها وكنناشدوا المسؤولين ونتمنوا ان شاء الله يا ربي يكون خير في هذا الشيء هذا وتحيه للجميع وكنشوفوا نشوفوا قطاع اخر حتى هو متضرر حتى هو كيشتغل في مجال الاعراس والافراح. السلام عليكم معكم مقدم شنو دوميتو ما كتخدموا؟ دوميت الحقيقه مخزنيه اختصاص يعني جميع الدفوع الهزه يعني الدراري الاستقبال الدراري الميادي يعني الدراري الدفوع يعني الدراري الهزه الدراري اي حاجه يعني بدي اللي قالوا الاخوان كاملين بدنا مضروري بزاف هاد الجائحه اللي جات وكنتمنى من الله يعني المسؤولين يشوفونا هذه الحاله هذا لان تكون واحد الخساره كبيره ان شاء الله يعني ما يتهز هذا الحجر الصحي غتكون عندنا واحد الخساره لان مولي المحاكم كيطلبوا الفلوس ديالو مولي الكرا كيطلبوا الفلوس ديالو والكليان الكليان بيدا كطلب الكليان كيطلبوا العرابون ديالو وحنا ما زوين معاه والناس اللي معانا مساكين راه كاين اللي استافد كاين اللي ما استافدش كاين اللي جات هذيك البركه كاين اللي جات هذيك البركه كاين اللي ما جبرها شي مسكين حتى حنا جبرنا هذيك البركه الله يكثر سيدنا على المبادره اللي عمل ولكن كانت يعني الحمد لله عليها وصال نتمنى سيد ربي يوزع علينا هذا الوباء في اقرب وقت وكنشكروا شو السيدي على هذه المبادره اللي عملت لها توصلنا الصوت ديالنا ان شاء الله للمسؤولين وكنتمنى التوفيق من كل شيء وشكرا بزاف شفتي اذا شوفوا قطاع اخر اللي هو مهم في الافراح والاعراس اجواق ديال الكشافه والاجواق ديال قلتي الشعبي والفولكلور الجبلي الطقطقه الجبليه وهي طالعه الجبليه سيدي السلام عليكم ما كندور نداء كما قالوا الدراري عاوتاني على هذا الشيء ديال الغيطة والطقطقة الجبلية إيه راه يعني كما قالوا الدراري هو داك الشيء اللي كاين هو اللي كاين حنا مضرورين وهذه دابا اللي قسم الله عاوتاني راه منا من فوتنا دابا داك الشيء اللي كاين اللي عاوتاني الناس هو اللي كاين يعني حتى انتوما جاو الناس طلبكم العرابان على اساس عندهم العراسات 7 و8 ياسي دابا كيقول لكم ردوا لنا ديالنا ردوا لنا كيقول لك ردوا لنا العرب قلت لها ما يمكن لكش ترد ما عندكش باش كاين ما كاينش الخدمه ما كاين حتى حاجه ما عندكش باش ترد لها يعني هو قانونيا العربون ما كيتردش ماشي ضروري تكون جائحه لا يعني كيجي او يمكن لك تردوا لا هذيك الشيء هذيك الله تعالى وتبارك ما عندنا من حنايا تبين منا من لا بالنسبه للعربون زعما قانونيا واش كيتردى ولا لا؟ كاين اللي كيردو كاين اللي كيقول لك ردي العربون ديالي كاين اللي كيقول لك الله يسامح ياه كل واحد اللي كاين اللي قدر الوضعيه وكاين اللي كاين ياه يعني دابا ما عارفينش مصر الحفله كاينين في شهر 7 و8 واش غادي تخدموهم او لا؟ ما عرفنا شي حنا كن كنجبدوا المسؤولين يشوفوا حالة هاد الناس هادوما إذا شكرا نتمنى على أن النداء ديالكم وصل مشاهدينا الكرام كنتم معنا مباشرة من طنجة وكانوا معنا مجموعة من الأشخاص يمثلون عدة قطاعات اللي كتشتغل في الأعراس والأفراح
واللي عانى وتضروا كثير من جائحه كورونا. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، نلتقي في مباشر اخر، الى اللقاء.